كيتم التعامل ديالها مع المستهلك في البيع والشراء، وفي كذلك الاخذ ديال الاموال ديالها من خلال هذه العمليه. لكن كلمه الاخت لمياء. إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم لمياء النهاري، طالبة سلك الدكتوراة وعضو جمعية حماية المستهلك، اللي يعني أفتخر بانتماء إليها. أجدد ترحيبي بالحضور الكرام، وأشكر السيد الرئيس الدكتور محمد حسين والسادة المتدخلين على هذا اللقاء الصحي، للهدف منه هو تنوير الرأي العام وتوضيح ما لك وما عليك. إذن أكيد أن عملية البيع والشراء، يعني تعرف عملية النقل النوعية عبر التاريخ، يعني هناك تغيير سلوكيات وعادات المستهلك المغربي على مستوى البيع والشراء، يعني وليس من الانتقال فيما مضى من السوق الأسبوعي إلى الأسواق لي غون سيرفاس حالياً إلى التجارة الإلكترونية. فهو ليس من السهل أن يكون هذا التغيير على مستوى العقليات وعلى مستوى هذه السلوكيات. فأنا يعني كإنسان اللي استفدت، نقولك استفدت لأنني كنت في إطار اتفاقية ربيع رابح، فما استفدت، كنت درت مواقع ديالي، ولكن فيما يعني فيما قبل كان عندي محلات تجارية، محلات تجارية وباغاليل كنت مازال كنقرا، يعني ما يعني كان عندي لي شارج الماض والكرا، الناس اللي مقابلين ليا، يعني كاين واحد كاين مصاريف زائد أنني ما مقابلاش، يعني كاين يعني ما كاينش ذاك الربح اللي كنت كان يعني المتوقع. زائد كنخدم في بؤره معينه، مثلا كان عندي محل في الخبازات سونتر في قنيطره، ولكن تنبقى في واحد